السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات، كل شيء باغي يفهم، كل شيء باغي يعرف، كل شيء كيتساءل حول البرنامج المندمج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. كيفاش جا هذا البرنامج هذا؟ شكون اللي جابه؟ علاش دار؟ شكون غيستافد منه؟ كيفاش غادي يستافدوا منه؟ داك الشيء اللي غادي تشوفوه إن شاء الله في هذا الفيديو هذا، في هذا الشرح البسيط. أول حاجة غديروها هي ديروا واحد متابعة للقناة ديالنا على اليوتيوب، وممكن أنكم تتابعونا في الكونت انستغرام ديالنا اللي كاين في الوصف، هو أنتم كتشوفوه. البرنامج المندمج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطه بالمغرب، هذا البرنامج هذا تعطات الانطلاقه ديالو مباشره خلال افتتاح السنه التشريعيه ل 2020 من طرف جلاله الملك محمد السادس. هذا البرنامج هذا تخصصت ليه واحد الميزانيه مقدره في 8 مليار درهم كضمانه، ماشي غير هي اللي غتعطى في القروض، وانما كضمانه يعني محطوطه من اجل تشجيع الابناك على الاستثمار بطبيعه الحال في مشاريع الشباب الحاملين للشواهد، الشباب المقاولين الذاتيين ولا المقاولين الذاتيين بصفه عامه، والمقاولين في المجال القروي، المقاولين في جميع القطاعات، القطاع الغير مهيكل ايضا، يعني المقاولات الشابه الى اخره. شكون اللي عنده الحق باش يستافد من هذا البرنامج؟ كيفاش غادي يستافد؟ وشحال يعني شنو هما المميزات ديال الاستفاده؟ يعني الا مشينا درنا هذا البرنامج مناش غادي نستافدوا؟ هذا البرنامج هذا يعني هو واخا غادي يكون دايز حتى هو كباقي يعني القروض دايز على الابناك، هنا الابناك ما غاديش يكون عندها واحد يعني واحد نفس يعني نفس التعامل بحال القروض العاديه اللي كتعطى للمشاريع ولا الناس اللي كيجيو يبغيو انهم يديو قروض من اجل الاستثمار. برنامج التلقى كما سمي، يعني هذا البرنامج المندمج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، تسمى برنامج انطلاقة. هذا برنامج انطلاقة تخصصت ليه واحد الميزانية كما قلنا لكم، وهذه الميزانية هذه كضمانة. إذا في هذه الحالة هذه الأبناك باش غادي أنها تعطي واحد القرض لشي يعني صاحب مشروع أو مقاولة أو كما بغى يكون، المهم عنده صفة ديال مقاولة، فهذا الشخص هذا ولا هذه المقاولة هذه عندها واحد يعني واحد الاستفاده من نسبه تفضيليه. كيف هذه القضيه هذه؟ حنا عارفين ان الابناك بصفه عامه يعني في الايام العاديه ولا في الامور العاديه، ملي كتمشي كتحط ليهم واحد طلب قرض من اجل الاستثمار، يعني هاد دوموند بخي دانفيستيسمون ولا لو بخي دانفيستيسمون ولا سميو كيما بغيتو، هنايا في هذه الحاله هذه يعني الابناك ملي كيمشي يعني ملي كتمشي عندهم راه كيطلبوا منك يعني مجموعه من الامور، مجموعه من الدراسات، ومش حال كيجيبو هما كيقراو في الملف ديالك، ممكن انهم يوافقوا على القرض، ممكن انه لا، لانه خصك تجيب مجموعه ديال الضمانات على انك المهم يعني خص البنكه ما تخسر معاك ولو 0.01 سنتيم، يعني هذا هو المنطق ديال البنكه بطبيعه الحال، يعني باش نتفاهموا عليها، ما خصها تخسر معاك ولو درهم واحد. هنايا الابناك كيطلبوا مجموعه من الضمانات، يعني في يعني الا مشيتي دير واحد القرض عادي انت ومشروع ديالك، ممكن انه ضمانات بزاف، الا عندك بيكاله بالوراق تقدر ديرها ضمانه، خلينا عاد من السياره والدار والارض الى اخره. هنايا هاد النسبه هادي كتكون متراوحه ما بين 7 8 9 على حسب كل بنكه وكيفاش، والمشروع ديالك يعني المخاطر ديال الخساره في المشروع ديالك واش قلال ولا لا، المهم كل بنكه كتبغي تبان على البنكة الأخرى، يعني منافسة ما بين الأبناك. مهم تقدر تلقى عند هذا 7%، نفس المشروع عند هذا تلقى ب 8%، داك الشيء على حساب كل واحد والناس اللي مكلفين بالدراسة ديال يعني نجاعات ولا نجاح هذا المشروع ديالك. الدولة من خلال هذا البرنامج هذا ديال يعني البرنامج المندمج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يعني ديال الانطلاقة، شنو دارت؟ بزات على الأبناك، ماشي بزات وإنما شجعتهم، يعني اوتوماتيك البنكة تلقى واحد التشجيع واحد الضمانه، راه ما غتخسر معاك والو لانها رابحه رابحه، البنكه رابحه ما عندها حتى شي خساره نهائيا. شنو دارت الدوله؟ قالت لهم نسبه الفائده غادي تكون تفضيليه، ومستحيل انها تدوز 2%، يعني اقصى نسبه هي 2%، وحدتها ما بين جوج ديال المجالات، كاين المجال الحضاري 2% ما تدوزش 2%، المجال القروي ما تدوزش 1.75. هنا هذه من يعني من مميزات هذا المشروع هذا، زائد تسهيل شروط منح القروض، سهلات على الشباب ولا حاملي المشاريع باش انهم يعني يستافدوا من هذا القرض هذا. شنو سهلات عليهم؟ حيدات لهم دوك الضمانات، يعني ديك القضيه ديال جيب الدار فنديروها ضمانه الارض الى اخره، يعني باش منحوك حنايا داك القرض، انا دابا كنهضر بصفتي بنكه، ما بقاتش، وانما الدوله هي اللي ضمنك. البنكه هنايا ما كتشوفش يعني في هذه الناحيه هذه، الناحية اللي كتشوف منها هي أن المشروع اللي غادي تحط ليهم
يعني المشروع اللي غادي تحط ليهم نتايا مثلا ولا انت، راه غادي يشوفوا الماتيريال اللي فيه. مثلا نفرض انه انت عندك واحد المشروع اللي فيه مجموعه ديال السيارات ولا مجموعه ديال الشاحنات ولا مجموعه ديال الماتيريال اللي تشراو بالفلوس، هما هذاك الشيء كيحسبوه ضمانه. يعني هذوك الماتيريال اللي غادي تشري راه الا مثلا وقعت شي فايت ولا شي حاجه، داك الشيء كيتباع وكيولي ضمانه بطبيعه الحال. هنايا مفهوم القضيه. كما قلنا لكم اطلغت هذه الضمانه، هذه اطلغت دوك الضمانات العقاريه والشخصيه الى اخره. هاد البرنامج هذا كيعطي واحد الفرصه ديال التمويل، يعني اقصى مبلغ ديال التمويل كيوصل ل 120 مليون سنتيم، يعني مليون و200 الف درهم. هاد المبلغ هذا راه ماشي شي مبلغ اللي يعني سهل انك تحصل عليه، يعني واحد الفرصه جات لجميع حاملي المشاريع المغاربه بدون استثناء. دابا فهمنا كيفاش غادي تعطي لنا هذا القرض هذا وشنو غادي تعطي لنا. كتجي القضيه ديال علاش ما تختارش يعني الملف ديالي وتختار ديال هذاك، علاش ما تختارش الملف ديال هذاك وتختار الملف ديالي انا. الحدود ديال المشروع ديالك باش تختار هي خصك دير واحد الدراسه شامله ومعمقه وجيده للمشروع ديالك. ركز ليا على الدراسه اخي، وركزي ليا اختي على الدراسه، يعني الجدوى ديال المشروع نتاعك خصك ديرها على حقه وطريقه. راه بزاف ديال الناس طاحوا في واحد الخطا انهم كيمشيو للبنكات كيدفع، يعني كيجيب واحد مثلا محتاج واحد الحاجه كيجيب ليها الفاتوره ديالها بروفورما وكيحطها، هذاك ماشي طلب ديال القرض، وانما خصك توجد واحد الدراسه ديال المشروع، يعني دراسه جدوى ديال المشروع. بطبيعه الحال هاد الدراسه هذه شكون اللي كيديرها؟ الا انت ما قاريش الاقتصاد وما قاريش يعني بطبيعه الحال دراسه المشاريع وما قاريش المحاسبه الى اخره، دونك ما غاديش تقدر ديرها. خصك تمشي عند واحد المختص. شكون اللي مختص او شكون اللي مختصه؟ هي واحد المكتب ديال المحاسبه او مكتب الدراسات او بطبيعه الحال مكتب ديال خبير المحاسبه. هاد الناس هادو يقدروا يخدموا معاك الدراسه ديال المشروع نتاعك، يعني الجدوى ديال المشروع. ديك الجدوى ديال المشروع يا اخي كتدرس ليك جميع الامور سواء الماليه، يعني اي حاجه ديال المشروع نتاعك كتلقاها مكتوبه في ديك الدراسه. لانه انا كطرف في اللجنه اللي غادي تشوف المشروع ديالك واش يستاهل الدعم، يعني واش يستاهل هذا القرض او لا، راه خصني انا كنركز بالاساس على ديك الدراسه. شنو فيها؟ شنو غتكون انت من هنا واحد عامين ولا ثلاث سنين المشروع ديالك واش غيكون يعني ناجح؟ واش غادي ينجح؟ شكون اللي كيعزز فرص النجاح ديالو؟ شنو غدير به؟ الفلوس فين غيمشيو؟ شنو غيتشراو منهم؟ يعني بزاف ديال الحوايج هذا الشيء كامل ما غاديش تقدر تقولوا لي ولا تقوليه لي بالفم ونبقى نسمع لك، وانما غتقولوا لي في ديك الدراسه ديال المشروع. يعني ركزوا لي مزيان على دراسة المشروع، لأن هذيك هي الوسيلة اللي فيها 80% باش تختار البروجي ديالك. ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك أو دير كاينة شي فرصة أخرى، لأن 80% نتاع الاختيار ديال المشروع نتاعك هي مدى، يعني مدى نجاعة، يعني نجاح المشروع نتاعك الشخصي. وبطبيعه الحال حنا عارفين ان الشركات اللي عندهم اللي خصكم ديروها في بالكم، يعني الشركات اللي ديجا كاينين ولا المشاريع اللي ديجا كاينين، الا عندهم المده ديال 5 سنين، دازت 5 سنين من نهار حلوا المشروع ديالهم، راه ما عندهمش الحق باش يعني يطلبوا هذا القرض هذا. لكن الشركات اللي عندهم قل من 5 سنين راه عندهم الحق، يعني هادو كنزيدوهم بطبيعه الحال مع الناس اللي عندهم الحق في الاستفاده من هذا المشروع. كما قلت لكم دراسه المشروع زائد الوثائق اللي كتبين النجاعه يعني المعرفه ديالك بنوعيه المشروع نتاعك. مثلا انت داير واحد شركه، يعني خصك تجيب بعض الشواهد ولا دوك التجارب ديالك، اي حاجه ماشي تجيبو، اي حاجه كتبين القرب ديالك من التسيير، من الاداره، من بزاف ديال الحوايج، خصك تدخلها تما. يعني دير واحد السيره ذاتيه نتاعك، جيب الدبلومات نتاعك، جيب داك الشيء كامل كيما قلت لك، هذوك الوراق كاملين زائد دراسه المشروع، لان كل شيء كيما قلت لك 80% ملعوب على هاد دراسه المشروع. هنا في واحد الناحيه. الناحيه الثانيه بزاف ديال الناس عندهم بطبيعه الحال مشاريع يعني فيهم بعض التعديلات، مثلا عندك واحد المحل غدير فيه تعديلات وبزاف ديال الحوايج، هذاك المحل اخي خصك تجيب البلون ديالو، يعني داك الكروكي ديالو خصك تجيبو ودفعو مع المشروع ودفع المصاريف باش غدير لاميناجمون تاع داك المحل. يعني في الدراسه ديال المشروع خاص هذاك اللي غيدير لك الدراسه يركز على لاميناجمون بزاف. الا كان شي اميناجمون خصك تجيب دوك الفواتير اللي غتخسر تما في داك لاميناجمون ديالك كامل. اذا اخي اختي هادو هما الفرص اللي كيقويو النجاح ولا القبول ديال المشروع نتاعك من طرف الابنك. هنايا الابنك راه ماشي المدير ديال البنكه فين غادي يدفع هو اللي غادي يقبل لك مثلا المشروع، وانما
هو كيتوصل منك يعني كيتوصل من عندك بطبيعة الحال بالمشروع ديالك، وهو كيدفعوا المسؤولين لديك اللجنة اللي مختصة، هو كيعطي واحد الرأي معين، لكن اللجنة اللي مختصة هي اللي كتشوف إمكانيات يعني إعطاء القرض أو لا، هي باش غادي تقنعها نتايا ديك دراسة الجدوى نتاع المشروع ولا دراسة المشروع، وهذه هي الأساس باش تقبل المشروع ديالك بطبيعة الحال. كنصيحة، أي مشروع يعني من المشاريع اللي كيتقبلوا بزاف هادوك المشاريع اللي يخدموا معاهم الناس، يعني أنت غدير مشروع وتخدم معاك الناس، هذا كيقوي من الحظوظ ديال يعني اختيار المشروع ديالك بطبيعة الحال، لأنه هاد المبادرة هذه جات باش أنها تنقص من نسبة البطالة وتخلق فرص ديال الشغل. بالنسبة النسب المئوية ديال يعني الفوائد اللي غادي يتقطعوا لكم على هاد كما قلت لكم على هاد القرض هذا، راهم ما غاديش يدوزوا 2% بطبيعة الحال عاد إلا كنت مثلا في المجال الحضاري. بالنسبة لي زانتيري، بالنسبة للفوائد ديال الأبنك، غادي نحاول ما أمكن أنني نشرح لكم واحد فيديو يعني في واحد الشرح مبسط غادي نشرح لكم لي زانتيري ولا الفوائد ديال ابناك شحال كيديو معاكم في اي قرض وكيفاش كتحسب واين منطق كيعتمدوا عليه، وغادي نحاول ما امكن نصحح لكم واحد الغلط ولا واحد المعلومه اللي واخدينها على طريقه يعني حساب. من منكم الاخوان والاخوات تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، ديروا ابوني لاشين يوتيوب ديالنا، وبطبيعه الحال تابعوني في الكونت انستغرام ديالي، وشكرا لكم.